واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أدخله برحمتك الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم إنا نشهد إنه كان محسنا فزد في حسناته. اللهم مد له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار وارزق أهله الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.